محتفظين بيها بعد كده. هنتكلم النهاردة عن تاريخ الأوبئة في العالم وفي مصر أيضا، وهنركز أكتر على تأثير هذه الأوبئة على الخريطة السياسية في العالم زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في محاضرات تاريخ الطب. هناخد ريفيو سريع ستارتنج من أول البريهيستوريك تايم، وبعد كده الانشنت ايجيبت، وبعد كده هنتكلم عن عن الرومان امباير، وبعد كده هنتكلم عن البيزنطاين امباير، وبعد كده هنتكلم عن الاسلاميك ايج، وبعد كده هنتكلم عن الميديفال ايج، وفي الاخر هنتكلم عن الاوبئه في الريسنت تايمز. الهدف برضو من المحاضره مش بس ان احنا نسرد التاريخ بتاعه الاوبئه دي، ولكن تاثير الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاوبئه على الدول، التأثير على الممالك الكبرى والتغيرات التي حدثت في هذه الدول نتيجة لهذه الأوبئة. At the prehistory time، زي ما كنا اتكلمنا في history of medicine، الإنسان عرف التجمعات، عرف الأمراض، وهناك إثباتات كثيرة قوي أثبتت أن كان هناك أمراض موجودة منذ قديم الأزل، وقلنا أن كان في علم اسمه الباليوباثولوجي، وعلم الباليوباثولوجي دوت كان بيدرس الديزيزز المختلفة اللي بتحصل في الإنسان القديم. وقلنا برضو إن كان في infectious diseases أثبتت بالـ DNA، اتكلمنا عن التراكوما، اتكلمنا عن التيبركلوزس، اتكلمنا عن البليج أو الطاعون، وإن كان ميكروبليرسينيا بيستس اكتشف في جثة سويدية لامرأة سويدية كانت تعود إلى عام 4800 قبل الميلاد، يعني قبل التاريخ المكتوب أو التاريخ المعروف بالنسبة لينا. إذا فكانت الانفكشوس ديزيز كانت معروفة منذ قديم الأزل. طيب في الفترة دي ما كانش فيه تنقلات كتير، الإنسان كان عايش في تجمعات ولكن ما كانش فيه تجارة، ما كانش فيه سفر، ما كانش فيه احتكاك، ما كانش فيه احتلال، ما كانش فيه حروب، فبالتالي كان كل مجموعة من البشر كانت بتبقى موجودة في مكان واحد أو في مكان مع بعضها، فما كانش بيحصل spread للانفكشن بالشكل اللي احنا بنشوفه. ابتدت تحصل spread of infection او epidemics مع زيادة حركة التجارة بين الدول والحروب بين الدول. ايه هو وامتى اول وباء تم اثباته في التاريخ؟ احد كده يخمن، تفتكروا اول وباء اثبت في التاريخ كان امتى يا اولاد؟ حد يفتح المايك ويقول. كان في مصر القديمة يا دكتور ولا؟ لا يا عبد الله، ما كانش في مصر القديمة. إيه آخر وباء حصل منين؟ أنهي دولة اللي صدرته لينا؟ الصين. الصين، وبرضو أول وباء معروف في التاريخ كان موجود أيضا في الصين، وده حصل في سنة 5000 قبل الميلاد، لما لقينا في مدينتين لينا اسمها ميازيج ومدينة تانية اسمها مانغا، هامن مانغا، المدينتين دول اكتشفوا وجود بيتين فيهم عدد كبير جدا من الجثث stuffed in a fashion that denotes ان كان في الفتره دي نوع من انواع الاوبئه، وجمعوا الجثث دي وحطوها في البيتين دول في وسط الجبال بعيدا عن بقيه السكان. وده دراسات بقى اللي عملوها بتوع الاركيولوجي وبتوع الباليوباثولوجي، قالوا ان كان في spread of some sort of disease هو اللي ادى الى وفاه الاعداد ديت ودفنها في هذا المكان. التاريخ المكتوب بقى جه بعد كده مع بدايات الحضارات القديمة، وعلى رأسها الحضارة المصرية القديمة، وزي ما قلنا في المحاضرة السابقة إن كانت مستوى المناعة ومستوى الهيجين كان مرتفع في مصر بشهادة هيرودوتوس المؤرخ اليوناني اللي جه مصر في سنة 5500 قبل الميلاد، وقال ده إن السبب الجو الجميل والسبب الفيضانات اللي بتجدد مياه الأنهار، وقلنا اتكلمنا عن الكاتس واتكلمنا عن التويلتس، وقلنا ان كان الصحة في مصر عموما كانت جيدة. اتكلمنا برضو عن الطب في مصر من ناحية الأورثوبيدكس ومن ناحية الدينتستري ومن ناحية سبيشاليتيز كتير قوي في الطب، ولكن قلنا حاجة مهمة قوي، ان المصري القديم كان يخشى من الأوبئة ومش عارف لها اي مصدر ومش عارف لها سبب، وكان بيرجع حدوث هذه الأوبئة إلى وجود قوة فوقية
أو قوة سوبر ناتشرال هي التي تؤدي إلى انتشار الهواء المسموم أو الهواء الموبوء ما بين البشر ويؤدي إلى وفاة البشر. وسموا أو كانوا مسميين واحدة من الآلهة التي كانت تسبب هذه الأمراض أو الأوبئة الآلهة سخمت. والآلهة سخمت ليها أسطورة في التاريخ المصري القديم، كانوا بيقولوا إن هي بنت الإله رع، وإن هي كانت على شكل لبؤة وكانت دموية وتتغذى على دماء البشر وعلى أرواح البشر. ولما جه رع حاول يسيطر على البشر استهزأ به البشر، فأطلق عليهم ابنته العنيفة والشرسة سخمت. ظلت سخمت تعيث في الأرض فسادا، وتنتشر في ربوع الأرض وتقتل في أرواح الناس، لدرجة إن رع نفسه أشفق على البشر، فعشان يسكتها عمل إيه؟ جاب لها إناء كبير مملوء بالخمر على إنه دماء، وإداهولها قال لها اشربي من دماء البشر. شربت الخمرة فسكرت ونامت، وظلت نائمة لفترات طويلة ولسنوات طويلة، كانت تتخللها فترات يقظة. في هذه الفترات كانت سخمت تطلق شياطينها من المقابر ومن الوديان ومن الصحراء علشان تسير أيضا بين الناس وتنشر الهواء المسموم أو الهواء الموبوب وتقتل الناس. الأسطورة دي طبعا كنت أنا واخد الاسم بتاعها ومسميه شياطين سخمت، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى في كتاب هيصدر ليا برضو عن هذا الموضوع بهذا العنوان، شياطين سخمت، بيحكي تاريخ الأوبئة في مصر عموما إن شاء الله. خوف المصري القديم من الوباء كان بيتمثل في ان في عدو خفي بيجيله بيحاول ان هو يقتله وبينتشر في سرعه شديده ومش عارف يعمل قدامه ايه. مصر القديم كان قدام الكسور وكان قدام الحاجات الديزيزز الاليكتيف، كان سبع يعني، كان بيقدر يعمل حاجات ويحط نظريات والكلام ده كله. يجي قدام الوباء لا خلاص ما يقدرش. كان الحل الوحيد قدامه ايه؟ هو اللجوء للالهه علشان توقف النشاط بتاع شياطين سخمت. عشان كده هنلاقي في برضية إدوين سميث اللي احنا بنقول عليها أول برضية طبية، واللي عليها 48 حالة طبية مصنفة من الأول لحد من بداية الرأس لحد القدمين، وفيها عدد كبير جدا من وصف دقيق للحالات ومنها حالات الإكسترا ديرال هيماتوما. هنلاقي على نفس البرضية دي على ظهرها المصري القديم كتب بعض الرقى محاولة منه للالتجاء إلى الآلهة ضد سخمت، فكان من ضمن الرقى اللي موجودة، وفي 8 رقيات موجودة على بردية إيدوين سميث، في برقيات أخرى موجودة على بردية إيبر، في أكثر من بردية موجودة في أماكن مختلفة حلقيها. كانت هذه البرديات كانت بيتم كتابتها للوقاية من المرض. من هذه البرقيات برقية انسحبوا يا شياطين المرض، فالهواء الموبوء لن يصلني، كل ما يمر بي لن يضرني، فأنا حوريس الذي يمر بمرضى سخمت، أنا حوريس السليم. حوريس ده الآلهة حوريس اللي هو حورس يعني، رغم إرادة سخمت وأنا الوحيد الذي لن تميتني سخمت. شفتوا بقى كان التأثير قد إيه بتاع هذا التصور إن الآلهة هي اللي بتعمل. مش كده وبس، المصري القديم أيضا ربط بين الأوبئة ديت وبين أيام معينة في السنة، يعني يقول لك دي أيام النحس اللي هو الإنسان ممكن ينتشر فيها المرض، وكان بيصنف أوبئة طبقا لأيام النحس. طبعا إحنا عارفين الروزيولا إنفانتا وحاجات كتيرة قوي من الأمراض وحمو النيل والحاجات دي كلها، كان بيربطها مثلا بأيام الفيضان، يقول لك المرض الوردي، المرض الوردي ده أو الحمى الوردية دي كانت بتنتشر في أيام معينة من ضمنها أيام الفيضان، فكان يجي في أيام الفيضان ينبه ان كل طفل بيولد في ايام الفيضان قد يكون عرضه لشياطين سخمت، فينبه على الاباء والامهات ان الاطفال في اوقات اللي هو الفيضان ما تخرجش بره البيت علشان ما يحصلش ليها حمو النيل ويجي لها الحمى الورديه او غيره او غيره ويحصل لها المرض وتموت. ويرقوا الاطفال ويحطوا لهم رقيه في السن الاطفال اللي بتتولد في الفتره بتاعه الفيضان. غير كده كانوا بيعتبروا في ايام نحس شديده قوي بيسموها ايام النسيء الخمسه. والنسيء دي انتوا عارفين السنة الفرعونية كانت 360 يوم، ضيف عليهم 5 أيام تانية كانوا بيبقوا زيادة لأن هما 365 يوم، بيعتبروها دول أيام النسيء. وأيام النسيء دي بيعتبروها أيام مرض تثور فيها شياطين سخمت وتجوب ربوع البلاد وممكن أن تؤدي إلى حدوث أمراض، فكان دايما بيحذروا من الخروج في الطرقات في أيام النسيء الخمسة. أيضا هناك أيام اللي هو بيشوفوا فيها أو بيربطوا بين المرض
وبين ظواهر معينه. واحده من هذه الظواهر كان رؤيه الفار، رؤيه الفار. والفار دايما كان بيدم رؤيته في اوقات الحصاد، يعني انت حصدت القمح وحطيت القمح في الاجران او حطيتها في اماكن التشوين بتاعتها، يبدا الفئران تتكاثر. رؤيه الفار يعني هو كان بيحذر دايما في البرقيات بتاعته من رؤيه الفار، يقول لك اذا رايت الفار فاعلم ان شياطين سخنه ستطارده. وده طبعا ربط عبقري وربط ملاحظه عبقريه ما بين الفار وانتشار امراض الطاعون واليرسينيا بيستس وغيرها وانتشارها عن طريق الفئران الى الانسان. دي كلها حاجات وهتلاقوا منها مكتوب في برديه كبيره قوي تحمل رقم 8884 في المتحف المصري الكبير، بتتحدث عن برديه ايام النسيج. وجدت هذه البرديه في معبد رمسيس ومكتوبه، يعني برديه حجمها كبير قوي ومكتوب فيها تفاصيل كتيره جدا على ايام النحس عند المصريين القدماء. تقدروا ترجعوا لها وتقدروا تشوفوها. طيب هل في اوبئه بالمعنى المعروف وقعت في تاريخ مصر القديمه؟ في اوبئه وقعت في تاريخ مصر القديمه. واشهر وباء وقع في تاريخ مصر القديمه كان في تل العمارنه. حد منكم يعرف تل العمارنه دي كان مين الملك اللي كان مشهور فيها اللي صورته قدامنا دي؟ تعرفوا صوره مين ده؟ اخناتون ولا ايه؟ ايوه شاطره، ده اخناتون. حد اخناتون ده كان متجوز مين يا ايه؟ لا مش عارفه، مش فاكره الصراحه. اخناتون كان متجوز مين يا ولاد؟ نفرتيتي يا ايمان، نطقتي اخيرا؟ ماشي. نفرتيتي، نفرتيتي يا اولاد، نفرتيتي، يا نهار ابيض، ما تعرفوش نفرتيتي ومش عارفين اخناتون. طيب، اخناتون ده، طب انتوا تعرفوا حاجة تانية عن اخناتون؟ حد يعرف أي حاجة عنه؟ تقريبا كان ليه علاقة بالشمس يا دكتور أو حاجة. كان ليه علاقة بالشمس، أيوة، كان دعا إلى عبادة اسمها عبادة الإله آتون اللي هو إله الشمس، وده يعتبر واحد من أوائل الناس اللي دعوا للتوحيد. قرر إخناتون أن يترك إلهة العبادة لإله آمون ويتجه إلى عبادة الإله آتون إله الشمس اللي كان بيرمز لي بأشعة الشمس التي تنتهي بأيادي، زي ما أنتم شايفين كده في الرسمة دي، هتلاقوا الأشعة في الآخرة في أيادي. وده كان بيتعبد لي، وترك العاصمة القديمة طيبة أو الأقصر واتجه إلى منطقة تل العمارنة اللي موجودة حاليا في المنيا. وفي المنيا، اقفلي المايك يا آية. وفي المنيا كان إخناتون بيتعبد وأقام مدينته أخيتاتون مع زوجته نفرتيتي. وطبعا كلنا يعني نعرف إن هو كان متجوز نفرتيتي وكان بيحبها وخلف منها بنات وكل حاجة، بس اللي ما نعرفوش إن هو اتجوز على نفرتيتي، يعني اتجوز عليها كيا، واحدة اسمها كيا، وخلف منها توت عنخ آمون. في إقامته في تل العمارنة إخناتون كانت الأمور ماشية بيس وكويسة، وكانت دعوته لاقت نجاح، وفي أعداد كبيرة تبعت الملك المؤمن وتبعته إلى تل العمارنة وتركت طيبة. ولكن إذ فجأة نقرأ في التاريخ أن إيه بقى؟ أن إخناتون بعد وفاته تولى ابنه الأكبر الحكم. وبعد ما تولى ابنه الأكبر الحكم توفي بعد فترة وجيزة مش طويلة، ما طولش ابنه الكبير في الحكم. وبعد وفاة ابنه الكبير من الحكم مسك وزير من الوزراء، وكان عنده 2 وزراء، أحد الوزراء مسك الحكم مكانه ولم يكد يتولى زمام الحكم حتى توفي هو الآخر، يعني مات هو كمان الوزير. مات الوزير مسك وزير ثالث، تمام، بعد توت عنخ آمون برضه توفي بعدها بفترة وجيزة. يبقى كان إخناتون مات، مات موت طبيعية، بعديها ابنه الكبير مات، توت عنخ آمون مسك فترة وبعدين مات، وزيره مات، وزيره الثاني مات. مرات توت عنخ آمون كانت خايفة إن كهنة آمون يعملوا زي انقلاب عليهم ويرجعوا يمسكوا الحكم مرة تانية، فخاطبت ملك الحيثيين في الوقت ده وطلبت منه إنه يرسل ابنه علشان يتزوجها ويكون له ملك مصر. وبالفعل ملك الحيثيين أرسل ابنه إلى مصر، وفي الطريق مات ابن ملك الحيثيين هو الآخر. ظلت هذه الوفيات المتتالية لغزا في التاريخ، احنا مش عارفين الناس دي كانت بتموت ليه. وتوقفت الوفيات دي عندما تولى الوزير حور محب الحكم، وجي حور محب ترك تل العمارنة خالص وخد بعضه وراح على منطقة منف وابتعد عن هذه المنطقة، وأسس حور محب
الأسرة اللي هو سلمت للملك سيتي الأول الحكم وتأسس بعد حرب حب أسرة الرعامسة أو اللي هو رمسيس بقى وسيتي الأول ورمسيس الأول والتاني وكده، وانتهت الأسرة الـ18 بتولي حور محب آخر ملوكها الحكم، وده كان وزير وملوش أبناء. طيب اللغز بقى، ماتت الناس دي ليه وإيه السبب في موتها وماتت ليه الكلام ده كله؟ طبعا كان أكتر واحد عملوا عليه دراسات كان جثة توت عنخ آمون عشان يعرفوا مات إزاي. واللي يفتكر منكم كان في دوكيومنتري طلع على الدوتش فيلا، وكان زاهي حواس الدكتور زاهي حواس كان شغال عليه، اللي هو كانوا بيحاولوا وطاقم طبي من عين شمس وان هم يحاولوا يثبتوا ان توت عنخ امون مات نتيجه الاوستيومالايتس، ان حصل ليه حادثه اثناء الحرب ومات نتيجه الاوستيومالايتس عن طريق دراسه الموميا بالسي تي سكان وكده. ولكن مؤخرا وبدءا من 2010 اتعملت سلسله كبيره من الابحاث على جثث مقبره توت عنخ امون اللي كانت بتضم رفاته ورفات امه ورفات زوجته ورفات اولاده ورفات ايضا ابناء اخناتون. واكتشف اكتشاف عجيب جدا ان الجثث كلها كان فيها ميكروب البلازموديوم فالسيبارم. عارفين بلازموديوم فالسيبارم دي بتعمل ايه؟ درستوها في الميكروبيولوجي ولا لسه؟ لسه اللي هي بتعمل الملاريا. يبقى اذا كان في وباء الملاريا كان منتشر في تل العمارنة في الوقت ده، وهو اللي تسبب في قتل عدد كبير من العيلة المالكة. الاكتشاف ده طبعا أيدته اكتشافات مصاحبة ما كناش فاهمينها ايه هي، ان كانوا مكتشفين مثلا ان في مقابر تل العمارنة هو في مقبرتين، في المقبرة الشمالية وفي المقبرة الجنوبية، كانوا مكتشفين ان كانت المقابر دي فيها اعداد كبيرة جدا من الجثث بتتراوح اعمارها من 3 الى 28 سنة، وده يعتبر سن صغير جدا للوفيات في مصر القديمة، مما يدل على ان الوفاة كانت غير طبيعية لهذه الاعداد الكبيرة، وانها كانت نتيجه لوباء ما كان منتشرا. واثبت بقى طبعا اكتشاف البلازموديوم فالسبارم في عائله توت عنخ امون وعائله اخناتون في مقبره كي 55 في وادي الملوك، ان المرض اللي كان منتشر كان هو الايه؟ كان اسمه ايه دوت؟ الملاريا. طيب احنا بنقرا برضو اللي منا مسيحي بيقرا في التوراه والانجيل وفي العهد القديم ان هناك الضربات العشر التي اصابت المصريين قديما، ونقرا ايضا في القران الكريم فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وبنقرا في الاكسودس او في الخروج سفر الخروج and the hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field. On your horses, donkeys, and camels, and on your cattle, sheep, and goats. ده في الاكسودس برضه في التعهد القديم. طيب الضربات العشره دي بيقال ان كان فيها نوع من انواع الاوبئه، هي فيها الدم وفيها القمل اللي هي الاراده، القمل غير القمل اللي بينتقل، القمل ده اللي هي الاراده اللي بتنقل التيفود التايفس يعني. والدم وايات مفصلات من انهار كالدم. طبعا دراسات بالهبل اتعملت علشان نحاول نشوف هل في مصر القديمه حدثت مثل هذه الاشياء ام لا، يعني هل هناك اثبات تاريخي عليها ام انها وردت فقط في الكتاب المقدس. وفي الحقيقه في اكتشافات كتيره قوي بتقول ان فعلا حصلت احداث مشابهه، ومن اشهر هذه الحاجات يعني اللي اتعمل عليها برديات كتير، وبالذات طبعا اليهود كانوا مهتمين بيها جدا، برديه اسمها برديه ايبوار، وكلمة إيبوار معناها بردية الرجل النبيل إيبو، لأن إيبو وار معناها الرجل النبيل، فدي بيسموها domination of إيبوار أو احتجاج إيبوار أو صرخة إيبوار، ودي كانت بردية مكتوبة بأسلوب أدبي فيه الكثير من الألم والوجع والفجيعة، كتبها بإيبوار كنوع من الاحتجاج، قيل انها احتجاج الى الفرعون وقيل انها احتجاج الى الالهه. كان بيقول الناس عطشى وبائسون، النهر قد استحال دما، الاغنياء صاروا فقراء والفقراء صاروا اغنياء، هناك مجاعه حتى اولاد الموسرين والمسؤولين في الدوله يفتقرون الى اي طعام ياكلوه، وهكذا الى لحد نهايه البرديه التي تصف حاله من الحزن والاسف والالم كانت تحدث في مصر في ذلك الوقت. كده يبقى احنا قلنا simply what happened in ancient Egypt فيما يخص الـ الأوبئة التي حدثت فيها.
ننتقل للعصر التالي بعد كده. واحنا قلنا كان في عصر اليونان يعني الجريك ما عادوش كتير، البطالمة ما حصلش وباء معين، حصل طبعا وباء أثينا ولكن لم يكن هناك تأثير على مصر، ده حصل في الفترة برضو في القرن الأول قبل الميلاد مباشرة، فمش هنتكلم عنه لأن كانش ليه تأثير كبير علينا هنا في مصر، ولكن كان ليه تأثير على أثينا. أثينا بليج ده كان من الحاجات اللي مش كويسة يعني. إنما البليج اللي كان مرعب وكان مؤذي جدا جدا وحدث في القرن الثاني الميلادي وأدى إلى حدوث وفيات بالجملة، كان الأنتونين بليج أو الوباء الأنتوني. إيه الوباء الأنتوني؟ كلمة أنتونين بتنسب إلى الأنتونين فاميلي. الأنتونين فاميلي دي مجموعة الأباطرة اللي حكمت روما ببداية حكم أوكتافيوس أو أغسطس وانتهاء حتى حكم الملك الخامس ماركوس أوروليوس، ودي كانت بتضم أباطرة عظام اللي هم كان أغسطس وتيتوس وتراجان وهادريان وماركوس أوروليوس الأخير. ولعل ماركوس أوروليوس اللي حصل في عهد الوباء ده كان أحسنهم وأفضلهم على الإطلاق. ماركوس أوروليوس فيلسوف كبير جدا جدا، له فكرة عظيم جدا جدا. المحنة التي تعرضت له الإمبراطورية الرومانية في عصره جعلته أيضا يكتب كلمات في منتهى الجمال، واحدة منها مثلا كان بيقول: في الواقع إن تدمير الفهم هو وباء أكبر بكثير من أي فساد في هذا الجو الذي يحيط بنا. كان ماركوس أوروليوس محبط من حالة التخبط التي حدثت وأحدثتها الوباء وحالة اللجوء إلى الشعوذة والجهل والحاجات دي، ومحاولاته المستميتة أن يتشبث بالأسس العلمية وأن يستدعي الأطباء لمكافحة الوباء. كان بيجابه حروب كبيرة جدا من الرعاع ومن السحرة ومن غيره، فكان بيقول الجملة المشهورة دي: في الواقع إن تدمير الفهم وباء أكبر بكثير من أي فساد في هذا الجو الذي يحيط بنا. ده ماركوس أوروليوس. الأنتونين بليج لما حصل حاولوا يعرفوا، كانت يعني الكتب طبعا كتبت عنه كتير قوي، وقالوا حاولوا ان المصدر بتاعه كان بدأ مع سلوكية نوار او اللي هو حرب سلوكية. حرب سلوكية دي، سلوكية دي مدينة كانت موجودة في فارس، وكان في حرب بين الروم والفرس في مدينة سلوكية، وانتصر الروم انتصار ساحق، ساحق يعني بمعنى الكلمة. وإمعانا في إذلال الأباطرة أو اللي هم القياصرة الفرس، قام الأباطرة الرومان أو اللي هم الجنود الرومان بنبش قبور الفرس واستخرجوا الجثث والحلي والحاجات دي كلها. قيل أن المرض انتشر من هذه القبور إلى الجنود اللي رجعوا مش محملين بقى بأكاليل النصر، محملين بالوباء بالسمول بوكس. والوباء اللي اتوصف قالوا ان هو كان السمول بوكس في الوقت ده. وصل الجنود الى روما، انتشر المرض في روما، عدد الوفيات كان مهول يصل الى 10,000 جثه في اليوم كانت موجوده. الوباء الانطوني ادى الى نقص العماله البشريه في التاريخ، وادى الى ازمه اقتصاديه استمرت في روما الى مده 30 سنه تقريبا، وظلت توابع هذا الوباء متتاليه كل شويه تحصل. ومات في إحدى هذه التوابع، ماركوس أوروليوس himself مات بهذا الوباء. تمام؟ هل مصر تأثرت بقى بهذا الوباء؟ نعم، تأثرت مصر بالوباء ده، ولسبب مهم جدا، أن مصر في الفترة دي هي كانت أيضا سلة الغلال الرومانية، وفي نفس الوقت هي قبلة لناس كتيرة قوي من الأغنياء. إحنا قلنا أن الأسكندرية من عهد بطليموس وحتى بداية عهد الرومان كانت عبارة عن مدينة فخمة جدا، وبعد الأسكندرية ابتدى الناس تتجه إلى الفيوم، وأصبح الفيوم ده مشتى للرومانيين. لما يجي فصل الشتاء يروح الفيوم يقضوا وقت كويس في فصل الشتاء في مصر ويقعدوا فيه. فكاد أثرياء الفيوم بيعيشوا، أثرياء الرومان بيعيشوا في الفيوم في مصر. حدث ضربة قوية جدا من انتقال الوباء إلى محافظة الفيوم والقرى حواليها. لحسن الحظ من الفيوم كانت متطوحة شوية بعيدة عن الوادي، فعدد من القرى دمرت تماما بهذا الوباء، ومنها مدينة مشهورة قوي اسمها سكنوبايو. دي مدينة موجودة، القرية دي لحد دلوقتي موجودة في الفيوم. سكنوبايو دي اختفت تماما من على، أنا مش عارف الاسم الحالي بتاعها، تقريبا 100 شلايت حاجة كده أو 100 حاجة يعني،
موجودة في الفيوم. المدينة دي اختفت تماما من السجلات ومن بعد الوباء الأنطوني، ورغم ان هي كانت واحدة من ضمن الأماكن اللي كانت بتورد قمح كتير جدا للمملكة الرومانية. مين اللي حارب البليك ده أو الطاعون ده؟ واحد مشهور جدا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، وهو العظيم جالينوس. جالينوس زي ما قلنا كان راجل بتاع التشريح، ولو تفتكروا عمل كتاب الطب، ولكن جالينوس أيضا كان له إسهام في هذا الوباء، حاول يدرس الحالات ويشوفها وسجل الملاحظات بتاعته، حاول يعمل عزل للناس اللي كانت مصابة بعيد عن الناس الغير مصابة، وحاول أيضا إن هو يعالجه ويوصفه ببعض الحاجات اللي هي الناتشرال هيربال والكلام ده كله، وقال الوصف الدقيق بتاعه اللي خلانا نعرف بعد فترة إن هو most probably هو السمول بوكس. تمام؟ ده كان الأنتوناين بليج في عنفوان. احنا في مقدمة المحاضرة قلنا ان كل طاعون كان بيتبعه تغير اجتماعي وتغير سياسي في البلاد. واحد من الاثار المهمة جدا للأنتوناين بليج كان انتشار المسيحية والاعتراف بالمسيحية كديانة في الدولة الرومانية. احنا عارفين طبعا عصر الشهداء المسيحي وقد ايه كانوا بيتعذبوا ويضطهدوا من الديكلديانوس ومن الرومان ومن الأباطرة الرومان. فعصر ماركوس أوروليوس، ونتيجة ليه ان ماركوس أوروليوس كان فيلسوف ومتفهم وكان السحر منتشر الى حد كبير، حدث ايه بقى؟ حدث ان المسيحيين أثبتوا دور مجتمعي كبير جدا في المجتمع الروماني، وقاموا بإيه؟ وقاموا بمعالجة المرضى وعدم الخوف أو الهروب بعكس الرومان الوثنيين، مما حدا بالكثير من فلاسفة الرومان إن هم يبدأوا يفكروا الله، هم الناس دول مش خايفين من المرض، هم الناس دول مش خايفين من الموت، إزاي بيعملوا الخدمة المجتمعية دي؟ وبعض الفلاسفة تصدوا لهذا الموضوع، ومنهم فيلسوف مشهور جدا اسمه أثيناغوراس، هم بيعتبروه دلوقتي في الكنيسة أنه أحد الأباء الأوائل يعني. أثيناغوراس ده كتب كتاب مشهور اسمه The Embassy for the Christians، أو الدفاع أو قنصلية المسيحيين، كتب فيه كتاب عن دور المسيحيين في فترة الوباء، وده شجع كتير من المفكرين أن هم يتقبلوا فكرة الديانة المسيحية في الدولة الرومانية، وانتشرت الديانة المسيحية في بداية القرن الثاني مع وفاة بعد حدوث وفاة ماركوس أوروليوس وبعد انتشار هذا الوباء، وده أحد التغيرات الكبيرة التي حدثت. حد يا أولاد عنده سؤال في اللي فات؟ لا تمام يا دكتور. حد يرد غير عبد الله؟ تمام يا دكتور، ماشي، مفيش حاجة. مفيش حاجة. طيب حد عايز يعني أراجع على حاجة تاني ولا تمام كده؟ تمام. طيب نتيجة الانتشار والاعتراف بالديانة المسيحية زي ما قلنا ابتدى المسيحية تنتشر ووصلت إلى البلاط الروماني، وأصبحت الدولة الرومانية دولة مسيحية رسمياً من بعد قسطنطين، والذي قام بنقل في القرن الرابع الميلادي، والذي قام بنقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية، وأصبحت الكنيسة الشرقية موجودة في القسطنطينية، وأصبح الإمبراطور الروماني هو البابا الكبير، وهو الحاكم، وهو يحكم باسم الدين، وأصبح يعني الإمبراطورية البيزنطية منتشرة من مشارق الأرض لمغاربها. ظل الأمر كذلك يعني في القرن الرابع والقرن الخامس، ومع دخول القرن السادس وقع ما لم يكن في الحسبان، وقع الوباء اللي احنا اتكلمنا عنه مرة قبل كده، تفتكروه يا أولاد؟ جاستينيان بليج، حصل في عصر جاستينيان. تمام؟ فاكرينه؟ فاكرين احنا كنا قلنا ان الوباء ده لما حصل كانت ايه المقدمة بتاعته؟ حد يفتكر؟ حد يقدر يقول لي؟ حد يعرف بداية الوباء كان ايه؟ محدش فاكر. طيب
بداية الوباء كان حدوث بركان زي ما اتفقنا قبل كده، وقلنا ان ده كان أسوأ 10 سنين مروا على الكرة الأرضية حينما انفجر بركان عملاق كان في المنطقة بتاعت سوماترا وغطى الفولكانيك آش الأرض، لدرجة أن دول العالم القديم أظلمت لمدة 4 شهور ما كانتش الشمس تطلع فيها أكتر من ساعة إلى ساعتين بكتير جدا. هذا الدمار البيئي أدى إلى دمار المحاصيل والزروع وكل الحاجات دي كلها، واتفقنا أن نتيجة لهذا أن في الغلال والسفن والرحلات البحرية توقفت، وقلنا ان بدأ نوع من انواع المجاعات، ونتيجة لان مصر كانت سلة الغلال احدى السفن التي كانت محملة بالغلال وكانت موجودة في ميناء القلزم اللي هو ميناء السويس، حصل فيها انفكشن وبقت انفستد بالراتس بالفيران، ونتيجة لكده الفيران الموبوءة دي او المصابة انتقلت مع السفينة ووصلت الى القسطنطينية، وادى دوت الى انتشار الوباء في القسطنطينية وانتشاره في جميع دول العالم القديم. الوفيات كانت مهولة مع وباء جاستينيان، حدوث المجاعة مع حدوث التضخم الاقتصادي مع حدوث عدد العمالة اللي موجودة في العالم، بيقال أن تلت العالم القديم مات تقريبا في الوباء بتاع جاستينيان ده. وضعف الإمبراطورية البيزنطية حدث نتيجة لهذا الوباء، وأدى ده زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إلى التغير المجتمعي والسياسي اللي اتكلمنا عنه قبل كده، حينما استغل الفرصة وهجموا على الإمبراطورية الرومانية التي ضعفت في عصر الإمبراطور هيراقل، وانتصر الفرس على الروم، وقام الفرس بالاستيلاء على الصليب المقدس اللي هو الأصلي اللي صلب عليه اللي رفع عليه سيدنا عيسى منه عليه سيدنا عيسى، وأخذوا الصليب المقدس معهم إلى الفارس إلى عاصمة الفرس يعني. والنتيجة أن العالم المسيحي كله حزن على ما حدث، والقرآن في الفترة دي نزل على سيدنا محمد على الدعوة الناشئة في الجزيرة العربية بآيات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وبالفعل عاد الروم مرة أخرى، وقام هرقل بإعادة تنظيم جيشه وهزم قسرة الفرس في ساعتها هزيمة منقرة، واستعاد الصليب المقدس وسط فرحة العالم المسيحي. ولكن طبعا ضعف الدولتين نتيجة للحروب والمجاعة مهد الطريق إلى حدوث نشوء للدولة الإسلامية التي قامت بهزيمة الفرس وبهزيمة الروم وخدت الإرث بتاع الفرس والروم وظهور الخلافة الإسلامية. مع توسع يعني انت شوف لحد العصر ده احنا ما كانش فيه في الجزيرة العربية وباء نفتكره، باستثناء حاجة واحدة بس يعني انا ممكن اقولها لكم كده عارضا، بس يعني انا بحاول افتح لكم مواضيع يعني للي يحب يرجع يقرا. يعني بعض الناس مثلا بتقول ان كان حادثة الفيل وعام الفيل وانتشار هزيمة جيش أبرهة كانت نتيجة لوباء، وناس كتيرة يعني وضعت هذا التفسير يعني، والتاريخ بيثبت أن في هذه الفترة وقع وباء فعلا في اليمن الحبشية، لأن اليمن كانت تحت الاحتلال الحبشي، وكان أبرهة ده هو حاكم حبشي أرسله اللي هو ملك اليمن إلى ملك الحبشة إلى اليمن، وكان أبرهة هو رئيس الجيش أو اللي هي المملكة الحبشية اليمنية، وكان عنده رغبة في التوسع والصعود إلى الشمال، وتوجه إلى الكعبة لاحتلال الكعبة ولهدمها مع القصص الموجودة في كتب بقى اللي هي تاريخ الطبري وغيره وغيره، والسيرة اللي بتقول إن عشان الكعبة يهدم الكعبة والناس تحج وكده، ولكن هو طبعا أهدافه الأساسية كانت توسعية وهو ملك حبشية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ الطير قيل في بعض الناس أنها كانت مخلوقات دقيقة، بعض الناس تقول بتحمل معهم حجارة، بعض الناس قالوا أن الطير قد يكون ناموس أو بعوض وتسبب في انتشار الملاريا أيضا، وخصوصا أن هناك إثبات أن الملاريا كانت منتشرة في وقت من الأوقات في اليمن يقارب الفترة
اللي هي بتاعت عامل فيه. قول يا عبدو. عبدو رافع. السلام إيه؟ عليكم دكتور. عليكم السلام حبيبي. لا بس كنت بعتذر من تأخيري في دخولي المحاضرة بس. ولا يهمك، ماشي، ممكن تعتذر بعد ما نخلص يا عبدو، مفيش مشكلة. ماشي يا دكتور. طيب ده كده بالنسبة للأوبئة، إنما الوباء بقى اللي حصل في الجزيرة العربية في فترة الخلافة الإسلامية كان طاعون عمواس. وعمواس دي منطقة موجودة في الشام، كانت مدينة في الشام، ووقع هذا الطاعون أثناء ما كان الجيش المسلم بيفتح بيت المقدس، أو كان فتح بيت المقدس وبيستمر أو بيتتبع فلول الجيش الرومي. وكان ساعتها او ما سبق طاعون عمواس، ودي ملاحظه يعني دايما كده هتلاقوا فيه ملاحظه منها، ان المجاعات ترتبط دايما بالطاعون والاوبئه دايما كده. سبق طاعون عمواس بعام، عام الرماده. سمعتوا عن عام الرماده قبل كده؟ حد منكم؟ لا بصراحه مفيش حد منكم سمع عن عام الرماده، محدش بيقرا في السيره، محدش بيقرا في اي حاجه. طيب عام الرمادة ماشي، عام الرمادة ده كان في أيام سيدنا عمر بن الخطاب، لما حصل جدب وقحط، وكان وسموه الرمادة لأن الأرض سودت وكأنها محترقة يعني، ومات عدد كبير قوي من الصحابة في عام الرمادة بسبب المجاعة التي ضربت الجزيرة العربية، وما بقاش فيه تجارة بين اليمن ولا الشام ولا في العراق ولا في الحاجات دي كلها. وكان عام الرمادة ده كاد يهلك يعني المدينة وغيرها لولا سياسات عمر بن الخطاب اللي حاول إنقاذها بقدر الإمكان، بتوفير الأكل والطعام والتوزيع العادل للأكل والطعام، وغير المساعدات اللي جابها من الأمصار التي فتحت. كان سيدنا أبو عبيدة بن الجراح جاب له قافلة وعليها يعني قمح وشعير وكده، وجابها له إلى المدينة لإنقاذ الناس. ورجع أبو عبيدة بجراح عشان يستأنف الفتح مرة تانية، فإذا بالطاعون يضرب مدينة عمواس، وكان أبو عبيدة هو قائد الجيش في ذلك الوقت. ساعتها كان عمر وعد أبو عبيدة بن الجراح إن هو حيروح إلى بيت المقدس على مدد، ويروح علشان ينصره. ولكن ما حدث أن عبد الرحمن بن عوف وكثير من الصحابة جم قالوا سيدنا عمر بن الخطاب أنت رايح فين؟ قال لهم أنا هروح علشان الراجل محتاج المدد يعني. فعبد الرحمن بن عوف قال له ده ممكن يسبب هلاك لجيش المسلمين، وقال له حديث سمعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح، إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم خارجها وأنتم داخلها فلا تخرجوا منها. يعني لوك داون بالبلدي كده، يتعمل لوك داون، ممنوع حد يخرج وممنوع ان حد يدخل. سيدنا عمر الخطاب اخذ براي عمر عبد الرحمن بن عوف مما احزن ابو عبيده بن الجراح، فجاه قال له يعني اتفر من قدر الله يا عمر، يعني بعت له رساله كده اتفر من قدر الله يا عمر. فقال له لو ان غيرك قالها يا ابا عبيده، يعني قال له افر من قدر الله الى قدر الله، يعني قال له يعني خلي حد غيرك يقول كلمة زي دي يا أبو عبيدة، إنما هو قدر الله في كل مكان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بالاحتياط، فمش هنخرج في القصة دي. وبالفعل مات أبو عبيدة بن الجراح، ومات معه 30,000 من الصحابة، من بينهم معاذ بن جبل وغيره وغيره. وبالتدريج ابتدى الوباء ينحصر تدريجيا، لحد ما جه سيدنا عمر أرسل عمرو بن العاص الزكي الداهية لقيادة الجيش خلفا بقى لكل الصحابة اللي ماتوا. عمرو بن العاص عمل حركة ظريفة جدا، قال إنما أرى هذا الوباء ينتشر من دار إلى دار انتشار النار في الهشيم، أفلا جعلتم الأخدية فوق الجبال وباعدتم بينها؟ يعني قال لهم بقى بدل ما أنتوا قاعدين في قلب الوادي والوباء عمال يتنقل من حتة لحتة، اطلعوا فوق الجبل ووسعوا بين الأخدية اللي هي الخيام يعني بعضها وبعض، علشان ما يحصلش انتشار للوباء وانتقال للوباء من واحد إلى مكان. وبالفعل انحصر الوباء وانتهى طاعون عمواس. كده خلصنا الجزء الخاص بالأوبئة في حد القرن السادس الميلادي. في خلال الفترات اللي بعد كده لم يقع وباء كبير، إلى أن جاء العصور الوسطى، وحدث أكبر أنواع الأوبئة المشهورة المعروف باسم البلاك ديس أو الموت الأسود
أو بيسموه الفناء الكبير، وكنا ذكرنا بعض من حكاياته في المحاضرة السابقة، وقلنا إن هو بدأ في الصين برضو، وده كان يرسينيا بيستس أو الطاعون برضو أو البليج، واتنقل عن طريق القوافل لما جت قافلة كانت محملة برضو بالفئران ومشيت وابتدت تنشر الوباء في كل مكان توصله. في الوقت ده زي ما قلنا كانت الدولة المملوكية هي الدولة العظمى، وكان الدول الصغيرة موجودة حواليها، إنما كانت الدولة الكبيرة كانت هي الدولة المملوكية، وهي أول دولة تأثرت في هذا، لأن القاهرة كانت حاضرة العالم في الوقت ده والعاصمة الكبرى، أكبر من القسطنطينية وأكبر من أي عاصمة أخرى. في هذا الوقت دخل الوباء في فترة حكم السلطان حسن ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وانتشار الوباء أدى إلى مقتل أعداد كبيرة أيضا من الناس، وحدثت له توابع كثيرة جدا استمرت لحد عصر فرج بن برقوق، ومات فيها ابنة أحد المؤرخين الكبار وهو المؤرخ المقريزي الذي كتب كتابا حزينا عن الأوبئة، استخدمت كتير منه في كتابي وفي هذا المحاضرة، اسمه إزالة إغاثة الأمة بكشف الغمة، وتحدث فيها عن كل الأوبئة التي مرت بمصر في هذه الفترة اللي هو سمع عنها يعني. كان من الحاجات البسيطة اللي عملها المماليك في الوقت ده، يعني طبعا كان في مساخر في مواجهة الوباء، لأن كانت الدولة المملوكية في العصر ده رغم قوتها ورغم كله كان الطب متأخر شوية في الدولة المملوكية من ناحية طب الأوبئة. فيذكر مثلا ابن تغربردي وغيره وابن إياس إن كان السلطان بيخرج إلى مقابر النصر عند باب زويلة ويقف ويقعدوا يختموا القرآن ويختموا الحديث والبخاري ويقرأوا البخاري 3 مرات كمكافحة للوباء، ويحكي برضو أن كان بيتم اللجوء للدجل والشعوذة وحاجات كتيرة والرقية والكلام ده كله. ولكن من الحاجات الإيجابية هو العزل في أماكن الصلاة بالنسبة للناس اللي بيموتوا، بيصلوا عليهم في أماكن مختلفة، ومن أشهر مصليات الموتى كان مصلى الأمير بكتمر المؤمني اللي موجود في السيدة عائشة لو حد منكم حب يروح هناك. أيضا هناك مقابر جعلوها للناس اللي هي بتموت كانت مختلفة، وفي مقبرة موجودة في الإمام الشافعي فيها 130 جثة لناس ماتوا فيها. ولما تكررت هذه الأوبئة بعد كده في العصر المملوكي اتجهوا إلى عمل بعض المستشفيات الخاصة بالعزل، ومنها مستشفى مشهورة قوي موجودة في شارع باب الوزير اسمها مستشفى البايمرستان المؤيدين. تمام، انتهى عصر المماليك بهزيمة طومان باي على يد سليم الأول، وبعد هزيمة طومان باي بدأ عصر المماليك تاني تحت الولاية العثمانية، وتوالى المماليك لحد ما وصلنا إلى إبراهيم بيك ومراد بيك في الأواخر قبيل دخول الحملة الفرنسية. في خلال الفترة دي كلها كان بتحدث بعض الأوبئة والطواعين، ولكنها كانت محدودة ما كانتش كبيرة قوي. إنما لما جات الحملة الفرنسية، والذي معرفش بقى أنتوا تعلموا ولا لا، هي الحملة الفرنسية قعدت في مصر قد إيه يا أولاد؟ حد يعرف؟ من سنة كام لسنة كام؟ يا أولاد يا بتوع التاريخ، ها؟ أمنية قولي. هو تقريباً قعدت 3 سنين. الحملة الفرنسية قعدت 3 سنين من سنة 1798 لحد سنة 1801. يا عيال اقروا شوية، اقروا شوية، انتوا حكماء، انتوا مش مجرد دكاترة، الدكتور ده باسمه حكيم، وحكيم يعني المفروض يبقى نال الحكمة، وانتم أحفاد امحتم، امحتم اللي هو المصري القديم اللي كان فيلسوف وكاتب وكان طبيب وعمل هرم زوسر وكان رئيس وزراء وسياسي وكاهن وكل حاجة يعني، لازم تقروا شوية. طيب الحملة الفرنسية لما جاءت مصر كانت مقدر لها أن تستقر، ونابليون كان جاء ليبقى مش جاي علشان يمشي،
ده كان الراجل جايب حملة ومليانة بقى علماء وأطباء ودكاترة ومهندسين وكله وجنود وكل حاجة، وناوي يتوسع، وكان عارف إن مدخل الشرق يبدأ من مصر والسيطرة على العالم يبدأ في مصر، فكان الراجل جاي يقعد. الله، طب إيه اللي خلاه يمشي؟ اللي خلى نابليون يمشي حاجات كتير طبعا، عدم قدرته على فرض سياسته على مصر وعلى الشام، يعني خسائر متتالية حصلت، القلاقل التي حدثت في أوروبا وفي فرنسا، وابتدت بقى مناوشات الجيش الإنجليزي ليف وتورلو وغيره، ضيف على كده حدوث الوباء والطواعين. وأشهر وباء أثر على نابليون وعلى مصر في الفترة دي كان وباء يافا. ويافا هي مدينة موجودة في الشام، وعكا هي مدينة، أو أكرا بالإنجليزي، هي مدينة موجودة في الشام. بعد أن استقر الأمر بنابليون في مصر وهرب مراد بيك وإبراهيم بيك وكده، وهو مسك الحكم وسيطر، خد جيشه وراح يفتح عكا والشام عشان يعمل لنفسه بعد استراتيجي وأمني. كان عدى على يافا الأول، دخل حصرها، استسلمت يافا، بدل ما يعني يوافق على الاستسلام ويعين ليها قائد، كان معاه جنود قليلين مش عايز يسيب حامية وراه، ريح دماغه وراح قتل كل الرجالة اللي موجودين في يافا، قتل الرجالة وساب الستات وساب الجثث في الشوارع، حتى ما كلفش خاطره ان هو يدفنهم. يعني نابليون ما كانش كيوت، يعني هو نابليون برضو كان زي النيلة يعني، فقتل الناس وسابهم ومشي ودخل على عكا. راح عكا، هناك فضل محاصرها شهور وشهور شهور، واحنا بقى بنقرا في التاريخ كان مين بقى الولي عكا اللي كان عصلج قوي مع نابليون، كان احمد باشا الجزار. كنا نقرا في التاريخ زمان واستبسال احمد باشا الجزار. احمد باشا الجزار يعني عكنن على نابليون، ما عرفش يخش عكا، نابليون خد جيشه وجي يرجع، وهو راجع عدى على يافا. في يافا كانت الجثث اللي موجوده هناك وما اتدفنتش، والستات ما عرفوش يدفنوها وبتاع، نشرت الوباء والفئران كانت ابتدت تاكل فيها، انتشر الطاعون بصوره مبالغ فيها جدا وسط الجيش الفرنسي، وخدوا اصابات كتيره جدا، مات اعداد كبيره جدا من الجيش الفرنسي. ولما جه اخينا نابليون يعود الى مصر، لقى ابراهيم بيك ومراد بيك مجهز نفسه عشان يحاربه، ابتدت تحصل حروب ومناوشات بين الجيش الفرنسي والجيش المصري، أدت إلى انتشار الوباء أيضا في الجيش المصري، ومات برضه قائد الجيش المصري في الوقت ده مراد بيك بالبيونيك بليج في سنة 1801 قبيل مغادرة نابليون لمصر. طيب، بعد وفاة مراد بيك وبعد ما حصل إن الوباء قضى على عدد كبير، مصر ساعتها مرت بفترة اضطراب سياسي، وحصل إن مشايخ مصر في الوقت ده السيد عمر مكرم وغيره وغيره اختاروا محمد علي كأول رئيس، يعني هو اختاروا الناس اللي بتفهم في مصر يعني في الوقت ده، قالوا احنا عايزين حد يمسك مصر ومش عايزين يعني مماليك تاني، فاختاروا محمد علي إن هو يمثلهم ويختاروا مصر. حين تولى محمد علي الحكم عمل نهضة بقى بنت لذينة في كل المجالات، في الهندسة وفي الطب، وعمل مدرسة الطب احنا سمعناها في الحلقة اللي فاتت، مدرسة الطب لما عملها محمد علي، وفي نفس الوقت كان ابتدى يعمل نهضة إنشائية ومشروعات كتيرة قوي في مصر. للأسف وقع طاعون أيضا في عصر محمد علي، ولكن بقى هنا بقى بيفرق، بقى بيفرق بقى لما يكون في عندك القيادة الواعية والقيادة الثانية اللي هي غير واعية. محمد علي رغم أنه كان يحكم تحت عباءة الدولة العثمانية زيه زي المماليك قبل كده، ولكن عمل حركة في منتهى الجرأة وحركة يعني جدعانة قوي، لما عرف إن الوباء انتشر من القسطنطينية أصدر فرمان بعدم دخول السفن التركية إلى ميناء الإسكندرية. تخيل بقى، تخيل إن هو إيه، محمد علي تابع في الوقت ده، ويقع وباء في القسطنطينية، هو في اسطنبول يعني اللي هي الأستانة في الوقت ده بقى ما بقتش اسمها قسطنطينية، ويقرر محمد علي ما فيش سفن تخش، وعمل كوردون على ميناء اسكندرية ضد السفن العثمانية ان هي تخش. وبعد كده انتشر برضو الوباء عن طريق افراد وعن طريق رحلات مختلفة، انتشر الوباء في اسكندرية، راح محمد علي عمل كوردون حوالين اسكندرية.
ومحدش يدخل اسكندريه ومحدش يخرج من اسكندريه. وكان ساعتها الدكاتره الجداد بتوعه بقى اللي لسه راجعين من بره ومتعلمين جديد ابتدى بقى يستغلهم في القصه دي، وعمل مستشفيات عزل حوالين اسكندريه وفي البحيره وفي الحاجات دي علشان اي حد يعيا يعملوا له كارانتين هو واهله، واللي كان يخبي واحد عيان يحكم بالاعدام على عليه وعلى اهله، يعني مش عليه هو، يعني لو حد خبى واحد عيان. فكانت قرارات محمد علي في منتهى القسوه في منتهى الحسم في حجم الوباء في المنطقه بتاعه الاسكندريه ومنع انتشاره الى القاهره، والا كانت ممكن تحدث في هذه الفتره يعني مهزله صحيه تؤثر على النمو اللي عمله محمد علي في مصر بعد كده. ولولا ذكاء محمد علي وحسمه كان ممكن تحصل كارثه في الوقت ده. بعد، وعلى فكره في بيبر في منتهى الجمال هتلاقوها على باب ميت مكتوبه عن مكافحه محمد علي للوباء. ظل الاوبئه برضو البليك ده يروح ويجي في اوروبا لحد ما ابتدى يقل خالص واختفى تقريبا من العالم، وابتدى يظهر اوبئه جديده بقى من نوعيات مختلفه اللي هي جت من الهند الجاسترو انترولوجي وبنجلاديش من الدول ديت مع الانجليز والتوسع الانجليزي واحتلال انجلترا للهند، ابتدت تنتشر اوبئه في دول مختلفه من العالم من ضمنها الكوليرا. والكوليرا جاءت مصر في عام 1883 اثناء مولد الشيخ ابو المعاطي في دمياط، وكان ساعتها المولد ده مولد فيه عدد من الصوفيه، وجت طائفه صوفيه من المنطقه بتاعت الهند وشرق اسيا وقعدت هناك، والناس بقى كانت بتاكل وتقضي حاجاتها في الترع وكده، ادى لانتشار وباء الكوليرا في المنطقه دي في القريه دي، ومنها انتشر في الدلتا كلها، مات 36 ألف ساعتها في الدلتا و18 ألف في المنطقة بتاعت الصعيد. الحسنة الوحيدة من هذا الوباء اللي حصل في مصر إن روبرت كوخ شخصيا، انتوا سمعتوا عن روبرت كوخ ولا لا؟ انتوا لسه معايا ولا نمتوا؟ ما حضرتك هو ده أخو فان كوخ؟ أخو مين فان كوخ؟ تقريبا لا، فان كوخ مين؟ فان كوخ ده اللي هو بتاع الرسام يعني؟ بحكم الاسم. هو التاني اسمه جوخ اصلا مش كوخ، ده كوخ. التاني جوخ. هو تقريبا غلط في اللفظ. كوخ عليك يا محمد، دي كده بس. طيب احنا ده روبرت دكتور مش هو حاصل على جائزة نوبل؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. دقيقة ولا حاجة زي كده؟ ايوه الحاجة زي كده صح كده. الراجل ده هو اللي عزل الكوليرا، ميكروب الكوليرا، روبرت كوخ. واحنا قلنا المرة اللي فاتت مع باستير، قلنا ان مؤسسين نظرية الجيرم ثيوري كان روبرت كوخ، وقلنا التاني كان باستير، لويس باستير. روبرت كوخ كان ألماني وعمل حملة لما عرف إن في وباء كوليرا في مصر، عمل حملة طبية في مصر وبإذن من السلطات المصرية لدراسة هذا الوباء، وقدر من هذه الدراسة أن يعزل ميكروب الفيبري كوليرا، وده يعتبر اكتشاف كبير جدا، وروبرت كوخ من الناس اللي نوبل برايس يعني، واكتشفوا القصة دي. ظل أيضا الأوبئة اللي هي الكوليرا متكررة، وواحد من أوبئة الكوليرا يعني في الأربعينات كمان وكانت منتشرة، وحتى يعني أنا مش عجوز قوي يعني، إنما أنا أتذكر في الثمانينات كانت حصلت حاجة كده أوت بريك بسيط، وكانوا قالوا اعملوا على طول غسيل مش عارف للبتاع لأن حصل أوت بريك بسيط، وبرضو يعني في اتذكر حاجه زي كده كانت اغسلوا الفاكهه والخضار بالميه والصابون، وكان في حبلات كتير، وبعدها حصلت حاجه تانية على الفشوله، يعني في بعض الحاجات اللي زي كده كانت منتشره. الكوليرا اتجسدت في السينما المصريه على ايد نجيب محفوظ في فيلم الحرافيش وفي روايه الحرافيش، وكان اللي هو انتشار الكوليرا وعاشور الناجي اسم الله عليه اسم الله عليه، الحاجات دي كانت برضو بتدور حوالين انتشار الكوليرا في الاربعينات. الدرن ايضا انتشر في الاربعينات، وكتبوا برضو نجيب محفوظ في روايه خان الخليلي اللي هو بتاع عماد حمدي وكده، وكان في ايبيديميك تيبركلوزس في الوقت ده، وكان دي اوت بريك اثر على عدد كبير قوي. ريسنتلي بقى ما حصلش يعني في التاريخ الحديث ايبيديميك بمعنى ايبيديميك، يعني كلها حاجات ليميتد افكتس باستثناء السواين والبرد فلو اللي حصلوا في 2000 و
مش فاكر 9 و10 وكده، وساعتها كانت عدد كبير جدا من الخنازير والكلام ده كله تم يعني التخلص منها، وهدد الثروه الحيوانيه. ده ما كانش ليه تاثير قوي على الهيومن بينجز، ما كانش فيتال قوي الا لبعض الايدج جروبس المعينه. واخيرا جه زفت كوفيد 19 الكورونا ده اللي هو ابتدى ينتشر عندنا وعمل التاثيرات دي. طيب سؤال اساله لكم، رايكم ايه بعد ما استعرضنا التاريخ ده؟ هل بعد الكوفيد 19 تتوقعوا تغيرات سياسيه، تغيرات اجتماعيه في العالم، ولا ايه رايكم؟ مين هيجاوب؟ لا مش قوي. ايوه يا دكتور، ايوه حمد الله قال مش قوي. لا محمد، لا مش انا، محمد محمود. اه ماشي. مين اللي مين طيب شايف ان ممكن تحصل تغيرات سياسيه؟ حضرتك كنت بتقول على مدى اصلا التاريخ كل ما بعد اي وباء بيحصل تغيرات على المستوى الطبي وعلى كل المستويات يعني، فاكيد هيحصل تغيرات. هو السياسي والحربي وموازين القوى، هل تعتقدوا ان هي هتختلف بعد كوفيد 19؟ يا او دكتور، هو في بعض الدول خلينا يعني نسمع. مفكرين مثلا انت بالحوار ده. اسمك ايثار؟ ايثار، إيثار. ايثار، اه ايثار، قولي يا ايثار اسمك حلو، قولي. بعض الدول مفكرة إن دي ممكن تكون مؤامرة أصلا طالعة من الصين أو طالعة من دول تانية، فده مؤامرة ممكن طالعة من فيه. الصين، اه ممكن يؤدي الى حدوث حروب. يعني أيوه احنا لو كان ترامب استمر كان ممكن تحصل أيوه حروب، وبرضه الإدارة الأمريكية مش بتتحرك برئيس، ممكن يبقى فيه فكر برضه ان يبقى فيه نوع من انواع الريفنج او الحروب بصورة او بأخرى او المناوشات. ايه تاني؟ والله يا دكتور، هو حضرتك كورونا بالنسبة لأي وباء فات يعتبر ولا حاجة، يعني مش بالنسبة للوباء زي الطاعون، هو نسبة الوفيات فيه مش كبيرة، تمام. فما أعتقدش إن هو يعمل التأثير الكبير. أنا موافق معاك جدا إن كان زمان الوفيات والخسائر البشرية كانت مهولة، ولكن إيه رأيك في معدل الانتشار؟ ولو هنعد كاونت، يعني كاونت ده إحنا بنتكلم، إحنا بنتكلم نسبة وفيات قد إيه؟ نسبة وفيات طبعا زمان كانت أقل جدا، أكتر كتير، إنما كأعداد وفيات دلوقتي أكتر، لسبب إن في سرعة انتشار أكبر، واخد بالك؟ يعني أنت في وسائل مواصلات، في وسائل سفر، في وسائل طيران، في حاجات كتير. ال10,000 اللي كانوا بيموتوا مثلا في الإمبراطورية البيزنطية زمان، دول بيموتوا في روما في الفات ده كان حاجة في دولة واحدة، يعني كانت في كوفيد 19 كان الوفيات في اليوم 10,000. في إسبانيا، في اسمها إيه، في يونايتد ستيتس، يعني كانت الاعداد كبيره جدا. اه بالنسبه للجنرال بوبوليشن قليله، بس اعداد كبيره. طب ايه رايكم في التاثير الاقتصادي بتاعت الحاجات دي؟ هل انت شايفين دلوقتي ايه اكتر دوله مستقره اقتصاديا بعد وباء كوفيد 19؟ ما تاثرتش تقريبا. الكويت. الايه؟ الكويت، الكويت. اقتصاديا الكويت؟ اه ايوه. لا اصل ده الكويت ما عندهاش اقتصاد غير اقتصاد ريعي، يعني اقتصاد بترولي. انا اقصد هو الدول، كان كده. الدول الصناعيه الكبرى اسمها ايه، مجموعه الثمانيه مثلا، اللي هي مجموعات الكبيره، الكبيره الدول الكبيره الاقتصاديه. الدوله اللي ما تاثرتش هي الصين برضو. يعني انت لو بصيت على اقتصاديات الصين، النمو بتاع الصين، حتى ايفن الوباء موجود اللي في الصين، اللوك داون في الصين، الحاجات دي كلها. احنا بعد بداية الوباء اللي حصل في القطعة بتاعتهم دي، كان اسمه ايه؟ كانت اسمها ايه يا ولاد؟ بس وهان وهان ووهان الصينية دي، من بعديها احنا مش سامعين يعني فين اعداد الوفيات. هما بيخبوا، اه ماشي، بس فين الاعداد؟ فين التأثير بتاع الوباء داخل الصين قد ايه؟ فاحنا اما نيجي نتكلم على اقتصاديا، في دوله زي الصين ما تاثرتش، في دول تاثرت وبشده في الاقتصاديات بتاعتها. في دوله زي الولايات المتحده الامريكيه طبعا اللوك داون كان ليه تاثير سيء جدا عليها، دوله زي فرنسا، دوله زي ايطاليا، دوله زي المانيا نسبيا اتاثرت. انت برضو بتقول الكويت ما تاثرتش والخليج ما تاثرش، لا اتاثروا طبعا، وتاثروا كتير جدا.
دولة زي السعودية أما يوقف الحج فيها فترات طويلة بهذه الطريقة ليه تأثير سلبي، خصوصا إن دي دول بتعتمد على البيع، وعشان كده كان في مشاكل في موضوع البترول، نغلي البترول نقلل البترول، فكان في مشاكل موجودة بالنسبة لها. أعتقد إن موازين القوى ستتغير بسبب تغير القوى الاقتصادية في الفترة اللي جاية. أصبحت هناك دول ليها كلمة حتى وإن كانت لا تملك أكبر الجيوش، يعني ما زالت ليها تملك في كلمة اقتصادية في العالم دلوقتي. نتمنى طبعا ما يبقاش الموضوع فيه حروب، وإن يبقى السويفت ما يبقاش زي التاريخ بتاع زمان دراماتيك كده، ولكن توقعوا صعود دول وهبوط دول. في مصر نحمد الله إن ما حصلش تأثر كبير بالنسبة للكورونا، ما إن إحنا ما عملناش لوك داون فترات طويلة، ما حصلش كذا كذا كذا، تأثير اللي يعني في تنمية في غيره، يعني ما توقفتش في أثناء فترة الكورونا، ودي واحدة من الميزات الجيدة جدا لمصر في الفترة دي. نتمنى أن يكون فترة الوباء دي تغير للبوزيتيف، إن إحنا نيجي للناحية الإيجابية مش للناحية السلبية، بعكس دولة زي الهند مثلا اتشحورت في موضوع الدلتا فايروس، وربنا يسترها. طبعا احنا داخلين على ايبيديميك في شهر 9، في كل الاحوال نتمنى ان شاء الله الخير. هقول لكم مقوله لماركوس اوريليوس الفيلسوف اللي اتكلمنا عنه في الانتونين ديبيت، في قالها في لحظه حزن وانكسار، قال هذه نقطه فارقه في زمن لا نهائي وحد السكين بين دهرين، كل ما يقوم به البشر هو دخان وعدم، وكأن ما قمنا به في الماضي كان طائرا اختفى قبل أن نمسك به. حروب البشر كلها كعراك الكلاب على عظمة، والإنسان في هذا العالم كدمية تحركها الخيوط فوق المسرح. دي كلمة بليغة قوي قالها ماركوس بلويوس في لحظة يأس من الوباء اللي كان منتشر أياميها. خدوا بالكم من نفسكم وستي سيف في الفترة اللي جاية. حد عنده أي سؤال عن محاضرة تاريخ الأوبئة؟